في كل عام يخوض المواطنون اللبنانيون غمار رحلة المعاينة الميكانيكية الإلزامية، فينتظرون دورهم بالطوابير التي لا تخلو من الضرب والتدافع أحيانا كثيرة. هذا العام زادت ساعات الانتظار بعد توقف لم يكن في الحسبان، نتج عن إقفال مراكز المعاينة أبوابها أكثر من أسبوعين بذريعة أعمال الصيانة. لكن خلف الكواليس أخبار أخرى تواردت لتظهر أن عقد شركة فال المشغلة للمرفق انتهى، ولم تعد المراكز إلى العمل إلا بعد موافقة مجلس الوزراء على تمديد عقدها، فكانت النتيجة تأخيرا عناه المواطن وأضاف من ساعات انتظاره، إذ تدافع المواطنون إلى المراكز من أجل إنهاء معايناتهم، ولم يوفر الانتظار للمواطن العادي ولا الفنان. في عجقة أشواء، بس الشباب عم يشتغلوا مثل النمورة. الشغلة بتخجل، المفروض أنه كل مسألة في إلى حل، يفتشوا عن حل. حرام حجي يزلوا بهالناس، روح شوف من طابور واقف. من الساعة 9 واقفين لنعمل معاينة، وهلا لا قدرنا أخذنا البون لنروح نعمل المعاينة، والله يستر قديه حنقعد بعد جوا بدور السيارات والعجقة. بدعسوا بعض، حيأكلوا بعض. إلى 4 ساعات وناطر أنا بعد ما خلصت. رئيس المركز جورج شحوت طمأن المواطنين ونصحهم بالتروي. تسكير اللي مد حوالي 3 جماع. بس نحن كشركة عم نتعامل مع الموضوع بشكل جدي، وعم نجرب قد ما فينا نسهل الأمور على المواطنين طبعا نأخرهم قد ما فينا، بس عم يكون في إقبال كتير كبير لأنه 3 جماع فترة منا قصيرة. وأكد شحود أن الأمور ستعود إلى طبيعتها في غضون أيام.